الله الرحمن الرحيم. مدارس الطيبة المهودجية، مادة اللغة العربية بسنسلين جلال الصف الثاني. سنقوم اليوم بمتابعة الوحدة الثانية وشرح درس إسناد الفعل المضارع. تم أخذ إسناد الفعل الماضي، واليوم سنتابع إسناد الفعل المضارع. مراجعة سريعة، الضمائر المنفصلة هي ضمائر الغائب هو هي هما قلنا هم، وضمائر المتكلم أنا ونحن، وضمائر المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن. عند اتصال الفعل المضارع بهذه الضمائر سوف نرى من خلال شرح الأمثلة كيف أو ماذا يحصل له من تغيير. المثال الأول: الفائزات بجائزة الملكة رانيا المتميز يمددن المؤسسات بأفكار إبداعية. الفعل يمددن من الفعل الثلاثي مد، وهو فعل ينتهي بحرف مشدد، حرف مشدد. نلاحظ هنا بأنه تم فك التشديد لإضافة نون النسوة له، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والفعل المضارع يمددنا هو فعل مبني على السكون، مبني على السكون لأنه اتصل بنون النسوة. الجملة الثانية: الطالبات المجتهدات ينلن إعجاب معلماتهن. أيضا الفعل ينلن هو فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع فعل مبني على السكون لأنه اتصل بالنون، وهذه النون هي نون النسوة، نون النسوة. الجملة الثالثة: الرجل يشارك المرأة في تحقيق النهضة والتقدم. الفعل يشارك هو فعل مضارع، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يشارك هو، يشارك هو، إذا هو تعود على الرجل فلم يحدث به شيء من التغيير. يمد، أنا أمد. إذا رجعنا إلى الأفعال التي تم ورودها في الجمل، أنا أمد، نحن نمد، هذه هنا لضمير المتكلم. هو يمد، هي تمد، هما يمدان، هم يمدون، هن يمددن. هذه إذا اتصل بضمائر الغائب، الفعل يمد إذا اتصل بضمائر الغائب. وأحب أن ألفت الانتباه إلى أن الفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة يكون من الأفعال الخمسة، وسوف نأتي بتوضيح ذلك لاحقا. أنت تمد للمخاطب، أنت تمدين، أنتن تمددن. نلاحظ هنا فك أو تم فك التبريف من الحرف الأخير بالفعل مد. أنتم تمدون، أنتما تمدان. نأتي إلى الفعل الثالث يشارك. يشارك لو وضعنا هذا الفعل في أسند إلى ضمير المتكلم نقول أنا أشارك، نحن نشارك. نلاحظ بأن هذا الفعل مرفوع بالضمة، لم يطرأ عليه أي تغيير. كذلك إذا اتصل أو إذا أسند إلى ضمير الغائب، هو يشارك، هي تشارك، هما يشاركان، هن يشاركن، هم يشاركون. نلاحظ عند اتصاله بألف الاثنين وعند اتصاله بنون النسوة أو واو الجماعة فإنه يكون مرفوع بثبوت النون، أي من الأفعال الخمسة. وهنا عند اتصاله بنون النسوة
يبقى مبنيا على السكون لانه اتصل بنون النسبة. من ذلك نستنتج ان الفعل المضارع صحيح الاخر اذا اسند الى ضمائر المتكلم اللي هي انا ونحن، والمخاطب هي انا، اي انت، انت، انتما، انتم، انتن، والغائب هو هي هما هم هن، لم يطرأ على اخره تغيير، يعني يبقى مرفوعا بالضم. اذا كان الفعل المضارع مضعف كما ورد بالفعل يمددنا، فانه يفك التضعيف عند اسناده الى نون النسوه ويبنى على السكون. ونحن نعلم من خلال دراستنا للفعل المضارع بان الفعل المضارع يبنى على السكون في حالتين، اذا اتصل بنون النسوه واذا اتصل بنون التوكيد الخفيفه او الثقيله. وثالثا نستنتج ان عند اتصال الفعل المضارع بواو الجماعه الف الاثنين ياء المخاطبه يصبح من الافعال الخمسه، الافعال الخمسه التي تكون دائما مرفوعه بثبوت النون اذا لم تسبق ناصب او جازم. وهنا نكون قد اتممنا شرح اسناد الفعل المضارع الى الضمائر، ولاحقا سنتابع تدريبات الدرس باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.